هذه سيدة تقول إن صحتي تمنعني من الإنجاب وآخذ أدوية لمنع الحمل. مثل ما سبق في الجواب اللي قبلها، إذا كان الحمل في خطر على حياتها، فيه خطر على حياتها، إنها يمكن تموت إذا حملت، يجوز لها أنها تأخذ ما يمنع الحمل. أما إذا كان أنه ما خطر في حياة على حياتها فلا يجوز لها قطع الحمل، لكن يمكنها تأخذ أدوية تؤخر الحمل، تؤخر الحمل ولا تقطعه، تؤخر الحمل إلى أن تعود صحتها وتقدر على الحمل، ولا تقطعه قطعا لكن تؤجله. نعم.